شيوخ العشاير حنا وريدك ترحال عنا رجولة خلقات إلنا أحرار وحزبك من هابا يرحى هو وشلابا والدمار اللي جابا عن الموالي أرحال وولي قملي عنك ما تخلي عن الموالي أرحال وولي قملي عنك ما تخلي لو الموت علينا أقبل حنا للموت طلابا يرحال هو وكلابا والدمار اللي جابا عن عرب الموالي أرحال وولي قملي عنك ما تخلي عن الموالي أرحال وولي قملي عنك ما تخلي طبعا الموالي أحرار الموالي وأحرار عشايرنا موجودين معانا هنا. فأما موالي اللي عند النظام ولا يقومون بمسيرات مؤيدة وانتخابات مسخرة للنظام فهذولا ما يمثلون الموالي. نحن عشيرة الموالي يعني مثل هذا الدرويش هذه الأنجاس اللي عند النظام هذا الدرويش وغيره من يوم يومهم شبيحة وكلاب وعبيد وحيظلون عبيد بإذن الله وأحرار الموالي راجعين بإذن الله لبلادهم لحرونها وراح يدعسون أعراس كل واحد خاين. عشايرنا قدمت شهداء قدمت دماء قدمت تضحيات تهجرت من أرضها ومن بيوتها بإذن الله ما راح نركع وما راح نلين حتى نسقط هذا الطاغية وترجع الأحرار لبلادها فالنصر قريب بإذن الله.